السلام عليكم. قريت العنوان أين توجد التعليقات المحظورة. بالنسبة للإخوان راه كيسردوا لي التعليقات وكيحطوا الروابط ديالهم ديال لا فيديو. أنا درت ديجا قبل درت الحظر التعليقات غير مرغوب فيها والروابط اللي هي محظورة. شنو هو الميساجات اللي هما راه ما كيوصلونيش اوتوماتيكمون اليوتيوب اللي هي التعليقات اللي هما محظورين اليوتيوب اوتوماتيكمون كتحيدهم وكدوزهم واحد البلاصه اللي غادي نوريكم فين كاينه. الخوت باش ما تقولوش راه ما كرهتش عليكم في الكومونتير ولا الحقاش راه اليوتيوب اوتوماتيكمون كتحيد هذيك التعليقات. من بعد عاد كنمشي نشوف انا كنشوف التعليقات اللي هما محظورين وكنتلاقى التعليقات اللي هما تكون هما اللي راه محظورين. اضطريت باش ندير يعني لا فيديو باش تعرفوا شنو هو السبب اللي ما كررتش عليكم انايا في التعليقات. لحقاش ماشي انا هو السبب، اليوتيوب اللي هي اوتوماتيكمون كتحيد التعليقات اللي هما محظورين والروابط تاع لا فيديو اوتوماتيكمون كتحيدهم. بالنسبه للاخوان كيفاش يعني تفعلوا هذا الخيار هذا اللي هو يعني تحضروا يعني الروابط والتعليقات اللي هي غير مرغوب فيها. غادي نخلي لكم الصوره، الصوره ديال لا فيديو هي هذه اللي طلع لكم هنايا. نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو اسفل الفيديو، دخلوا ليه وغادي تعرفوا كيفاش يعني تفعلوا هذا الخيار هذا. يعني مصلحه لكم نتوما يا مزيان تفعلوا هذا الخيار هذا لحقاش اليوتيوب اوتوماتيك هي كتراجع لك التعليقات، واي اي تعليق كان ما مزيانش هي اوتوماتيكمون كتحيدوه باش ما تضرش القناه ديالك. هذه مزيانه الميزه هذه، ضروري خصكم تفعلوها. المهم غادي نوريكم صح كيفاش في كاين التعليقات اللي هي تم حظر التعليقات في القناه ديالي، الناس اللي هما سردوا ليا اوتوماتيكمون اليوتيوب كتحيدهم. واخا اول حاجه غادي تدخلوا اليوتيوب ستوديو عادي، يا بالتليفون ديالكم يا بالبيسي بحال بحال. شنو كتجيو لهنا للجن هنايا كتهود من عندك واحد هنايا جوج ثلاثة أربعة نهبطو هنايا كومونتير هنايا هاد الخامسة هادي كليكيو عليها. ضروري خصكم تفعلوا هاد الخيار هذا. أنا قلت لكم غادي نخليكم الرابط ديال لا فيديو أسفل أسفل الفيديو، دخلوا ليه وغادي ضروري خصكم تفعلوا الخيار باش تحضروا يعني الروابط والتعليقات اللي هي ما مزيانه شي بمصلحه لكم الخوت. واخا من بعد ملي كنكليو على الكومونتير كنديرو هنايا القيد المعالجه، هي قيد المراجعه وانا نقول عفوا قيد المراجعه كنكليكيو عليها. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا هو كاين هنايا كاين ميساج اللي هو يا السبب ديالو هو هاد شورت يعني هادي متتبعة ديالي ما تلقيتش كيفاش ندير نوصلها يعني الميساج. قلت ربما ندير شي غلط انا في شي لي كومونتير وما بغيتش نسرد كومونتير باش نقول لها ما ديريش هاد السورس هنا في لي كومونتير باش تم حضرها يعني التعليق هذا حيدوه اوتوماتيك موديريكس. وبالنسبه للرابط تاع لا فيديو الرابط هذا هذه واحد الانيسه اخرى عاوتاني هل حطت الرابط تاع لا فيديو ديالها؟ ما كانش خصها تحط الرابط تاع لا فيديو ديالها ولاني ما كاينش مشكل ما عندهاش شي ضرر، وحتى الاخت هذه ما عندهاش حتى هي شي ضرر. ولاني يوتيوب انا مفعل الخيار اللي هو نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو يعني مصلحه ليا انايا باش ما يكونش الضرر على القناه ديالي. وتم نتوما نصح عليكم مثلا نكون غلطان في شي كومونتير نصردو لكم، لكن مزيان شي اليوتيوب اوتوماتيكمون كتحيدو وكتدوزو المراجعه. هادشي الخوت اللي بغيت نقول لكم انايا ضروري خصكم تفعلوا هذا الخيار هذا اللي راني هضرت عليه. والسبب ديالي انا باش ما رديتش عليكم لحقاش ملي كدوز 60 يوم هيا هنايا يتم حذف التعليقات المنشوره هنا بعد 60 يوم. يعني ملي كدوز 60 يوم هاد لي كومونتير هادو كيتحيدو الراسو يعني كيتحيدو هادو لي محضورين كتحيدهم اليوتيوب. شنو اخر الخوت بالنسبة للضروري خصكم تفعلو هاد الخيار يعني مزيانة ليكم الخوت بزاف كاع. يعني اي واحد غلط في شي لي كومونتير ولا شي حاجة ماشي هي هاديك نتوما يا ما كدوخوش راسكم اليوتيوب هي راسها كتحيد مباشرة كتحيد هاد التعليقات هادوك كدوزهم المراجعة. كانوا مزيانين كتخليهم كانوا عيانين كتحيدهم، كدوز مدة ديال 60 يوم كتحيدهم من القناة ديالكم اليوتيوب ستوديو يعني نهائيا وفي بلاصة لي كومونتير.
بالنسبه للاخوت انا كما قلت لكم ضروري خصكم تفعلوا هذاك الخيار، كنأكد عليكم ونعاود نعاود نخليكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، مصلحه عليكم مصلحه القناه ديالكم باش تحميو القناه ديالكم وما تكونش القناه ديالكم متعرضه للضرر او الخطر. هادشي هو القصد ديالي اخوتي، هذا هو السبب ديال لي كومونتير اللي هو ما كردتش عليهم، ماشي ما كردتش عليهم، ما كيوصلوني شي في الكومونتير لحقاش مباشره كتحيدهم اليوتيوب، يعني كطيرهم كدوزهم هذا المكان هذا اللي هو قيد المراجعه ديال التعليقات. هذا هو الشرح اخوتي اللي كان عندنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.